احنا استقبلنا كل الوفود اليوم، استقبلنا المنتخب السعودي. نعم. وقبل ما اجيك للقناة انا كنت مستقبل المنتخب القطري، القطر والمغرب والظهر استقبلت المراتي. الكاتبة الاعلامية فجر السعيدي. فجر يعني السعيد اليوم انا سيدة فجر السعيد وصلت للعراق. نعم رحت. نعم رحت الحدود العراقية استقبلتها من الحدود لأن أخوان بالمنفذ ساعدوني أنا أدخلها جوا، ويعني وهي انعجبت بالمنفذ الحدودي وانعجبت باستقبال أخواننا أهل الجوازات والأخ مدير المنفذ الأخ عميد حمزة الصراحة، وجبتها من هناك من الحدود ووصلتها إلى مقر إقامتها فندق جراند، وأني خلية نحل، وبعدين رحت في المطار استقبلت المنتخب السعودي ووراها استقبلت المنتخب القطري وقدر استقبل الجماهير. يعني اليوم اللي يخدم العراق إنسان تقول لا شيء، لأن العراق يستاهل كل الناس، أهل البصرة، العزوبية البصرة والفنانين والناس كلها اليوم الصيح هلا بيكم وتعالوا للعراق والعراق بلدكم. حبيبي الأستاذ أنور وأنت ما شاء الله، الله يسلمك، أنت بهاي عقالك الجميل، الله يسلمك، اليوم يعني إطلالة جميلة، الله يخليك، وتبديل حلو، الله يخليك، وكلنا مع العراق أكيد، ويستاهل العراق أكيد.